وتظهر لنا هذه الصفحه تفيد انه تم ارسال طلب التحقق وبعد ذلك يتم مراجعه طلبك من الانستغرام وستتم مراسلتك برساله بقبول الطلب او برفضه. اذا كنت تريد ان تعرف طريقه التوثيق الصحيحه تابع معنا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعي قناه كيف. في هذا الفيديو راح نشرح طريقه تقديم طلب توثيق حساب الانستغرام فيمكن لاي شخص ان يقدم طلب توثيق حسابه في الانستغرام ويمكن ان يتم قبول الطلب ومن الممكن ان يتم رفضه وهذا كله يعتمد على الشروط التي تتوفر في حسابك في انستغرام اذا كنت تريد ان تعرف طريقه التوثيق الصحيحه تابع معنا الفيديو حتى النهايه ومن اهم الشروط التي يجب ان تتوفر في حسابك حتى يتم قبول الطلب اولا يجب ان يكون الحساب حقيقي وله مالك حقيقي ثانيا ان يكون الحساب فريد بمعنى ان يكون هو الحساب الوحيد لك ولا يجب ان تكون لك حسابات كثيره بنفس هذا الاسم، وثالثا ان يكون الحساب كامل بمعنى ان يكون في الحساب صوره شخصيه ويكون هناك منشورات خاصه في الحساب ويكون ايضا هناك تفاعل عالي وكبير في حسابك في انستغرام، وان يكون في الحساب ايضا بايو وان يكون عندك عدد لا باس به من المتابعين، هذه هي الشروط الاساسيه لتوثيق حسابك في الانستغرام، والان اصدقائي كيفيه تقديم طلب التوثيق في الانستغرام. في البدايه ندخل الى تطبيق الانستغرام، طبعا الشرح كما نلاحظ من هاتف سامسونج، فيمكنك تقديم طلب التوثيق من اي نوع من انواع الهواتف، ولكن اذا كنت اول مرة تشاهد فيديو لنا اشترك معنا وفعل الجرس ليصلك كل جديد. طبعا يجب ان تكون مسجل الدخول لحسابك في الانستغرام وتضغط الان على ملفك الشخصي بالاسفل هذه الايقونة، والان تضغط على الثلاث اشارات الموجودة اعلى الصفحة في اليسار هذه وتضغط على الاعدادات في الاسفل كما نشاهد في الفيديو والان من هذه الخيارات تختار الحساب وبعدها من هذه الصفحه تختار هذا الخيار طلب التحقق طبعا تظهر لنا هذه الصفحه وهي صفحه تقديم طلب توثيق الحساب بالعلامه الزرقاء والان سوف نقوم بتعبئه الخانات بشكل صحيح وهنا مكتوب انه اشاره التحقق هي التي تظهر بجانب اسمك في حسابك في انستغرام للاشاره الى الوجود الحقيقي لهذا الحساب ولهذه الشخصية المشهورة أو العامة أو للعلامة التجارية وأنه لا يضمن إرسال طلب التحقق أنه سيتم التحقق من حسابك فيمكن أن يتم قبول الطلب ويمكن أن يتم رفضه حسب الشروط التي وضحتها لكم في بداية الفيديو والآن أهم شيء هو تعبئة هذه الخانات بشكل صحيح فأول خانة موجودة عندنا هو خيار اليوزر نيم أو اسم المستخدم فيتم كتابته تلقائيا من الانستجرام ممتاز والخيار الثاني فول نيم يعني كتابة الاسم بشكل كامل في حسابك طبعا تكتب الاسم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية يجب كتابة الاسم ثلاثي وهنا في هذه الخانة تكتب الاسم الذي تشتهر به في انستغرام ومن هنا يجب أن تختار الفئة التي ينتمي لها حسابك في انستغرام من هذه الفئات الموجودة أمامك في الفيديو رياضة أو موسيقى أو وسائل إعلام أو شخصية مشهورة أو مؤثرة أو أشياء اخرى. طبعا تختار الشيء المناسب لك ولحسابك، واخر شيء تختار هذا الخيار اختيار ملف فيجب ان ترفق بطاقه الهويه وان يكون التصوير واضح ودقيق حتى يستطيع فريق انستجرام من التحقق من شخصيتك. طبعا تكون مصورها مسبقا ويجب ان تكون الصوره موجوده في الهاتف، وفي النهايه تضغط على ارسال او سند هذه الايقونه، وتظهر لنا هذه الصفحه تفيد انه تم ارسال طلب التحقق. وبعد ذلك يتم مراجعه طلبك من الانستغرام وستتم مراسلتك برساله بقبول الطلب او برفضه، وممكن ان ياخذ هذا الكلام وقت معين مثل اسبوع او اسبوعين لانه لا يوجد وقت معين او جدول زمني لطول المده التي تستغرقها العمليه، وايضا التوثيق هنا في انستغرام مشابه للتوثيق في الفيسبوك من ناحيه أنه من الممكن أن يتم السؤال عن اسم صاحب الحساب في مكتب الفيسبوك في بلدك لأن الإنستغرام كما كلنا نعلم تابع لشركة الفيسبوك وفي نهاية الفيديو لايك واشتراك بالقناة وإذا كنت أول مرة تشاهد فيديو لنا اشترك وفعل الجرس وإذا كنت تريد مشاهدة المزيد من الفيديوهات شاهد هذه القائمة ظاهرة أمامك على الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته